لك ما عم صدق، بعد كل شي حكيته معه وهددته فيه امبارح وما همه. خلص مو اسرع رجعت، ما بده يخسر الوقت. كارلا ليكي، هلا ما عاد فينا نعمل اي شي. منيح انه استمر هذا الزواج 5 سنين، بس حبيبتي كارلا هذا الزواج انتهى هون. انا كمحامية بفضل الطلاق بالتراضي، منه انتي ما بتفوتي بحالة اكتئاب، والاهم من هيك انه ايلا ما بتتضرر وبتأثر بالموضوع. هلأ حضانة ايلا رح تكون معي انا، ما هيك؟ ايه بس حضانة مؤقتة رح تكون، يعني لوقت ما المحكمة تاخد القرار النهائي. ماشي تمام، انا بعرف شو بدي ساوي. نعم كارلا خانم، انتي طالعة؟ ايه بدي مر على الشركة. بالمناسبة حكيت مع الشوفير، انتي رح تاخدي إلا على الحضانة. ايه تمام، لسه ما خلصت. وحكيت مع الحضانة رح تطلع إلا اليوم قبل بساعة من وقت الدوام. بس ليش اليوم السيد مروان كان رح ياخد إلا من الحضانة؟ يارا شايف الوقت مناسب لنحكي بهالشغلات؟ عملي اللي بقلك عليه وبس، روحي وخدي إلا على الحضانة بهي البساطة. بالمناسبة بعد هلأ بدون إذني مروان ما بيفوت على هذا البيت. حكي مفهوم يارا؟ مفهوم كارلا خانم. تمام، بدنا نبلش على الساعة 6 هون، يعني لازم نجهز حالنا شوي قبل ما نبلش. ايه تمام، يسلم ايديك، الأمور الباقية أنا بزبطها. شوفك، باي باي باي. طمنيني مبسوطة إسراء؟ عن جد عندي فضول أعرف، مبسوطة؟ كارلا شو عم تقولي؟ لو سمحتي بعد ما خلقتي. ما رح بعد، من لما أجيتي قلبتي الدنيا فوقاني تحتاني وخربتي علينا حياتنا، بس بعد هلا كل شيء رح يصير مع إلا أنت المسؤولة عنه إسراء. كارلا أنت شو عم تقولي؟ شو عم تخبصي؟ أنا شو إلي علاقة ببنتك؟ ممكن أفهم؟ لك أنت مفكرتيني غبية شي؟ شو مفكرتيني؟ طول الوقت بالعرس كنتي جنب مروان، مفكرتيني مو شايفتكم؟ كارلا أخواتنا تزوجوا لهيك كنا مبارح جنب بعض، فهمتي ولا أشرح لك؟ أكيد ما رح أقدم لك تقرير بهذا الشي. ليناتنا بنعرف حقيقة اللي عم تقولي. على فكرة بتعرفي شو اللي لاحظته؟ شو لاحظتي؟ انتي مشكلتك معي انا، انتي ما عندك مشكلة مع مروان. لو كانت القصة هيك كانت مشكلتك مع كل مرة بتفوت لحياته، انتي مشكلتك الوحيدة انا بس. اسراء بدياك تبعدي عن مروان، بجيتك قلبتي الدنيا فوقاني تحتاني. الشخص يلي كل هالفترة ما طلع صوته فجأة بيرفع علي دعوة طلاق، بس مو انا يلي رح اخسر بهي الدعوة، مروان رح يخسر إلا، والسبب حيكون انتي. اهلا وسهلا مروان بيك. مرحبا. مع السلامة يا حلوين، منشوفكم بكرة. مرحبا. مرحبا مروان بيك. جيت لاخذ إلا. إلا؟ اخذتها المربية قبل ساعة، ما عندك خبر؟ لا، شو صار؟ مرضت يعني ولا شو؟ لا، إلا كثير منيحة. كارلا خانم هي اللي طلبت منها هذا الشيء. طيب. شكرا لك. العفو. افتحي تليفونك. هدول راحوا على الفندق والبنت طلعت ألعابها ورتبت الغرفة منيح، بعدين طبخت له لجوزة. حطي هدول هون. لحظة لأفتح الباب. انتي عادي، أنا رح شوف من على الباب. وهدول شو رأيك؟ شو لازم نعمل فيهم؟ حطهم هون؟ ايه حلوين. شايفة شو حلوين؟ طلعي. شو عم تعملي انتي؟ عفواً ما فهمت عليك مروان. كارلا تعرفي شو عملتي؟ إلا وين؟ جوا. حلو، أنا رح شوف بنتي. للأسف ما عاد فيك مروان، طالما مصر على الطلاق لهالدرجة معناها ما فيك تشوفها لإلا. لك انتي شو عم تقولي؟ مو من حقك تعملي هيك بنوب. بس أنا حذرتك من هالشي وقلت لك شو اللي رح يصير. ماما بابا يلي على الباب. يارا خدي إلا على غرفتها فورا. ما بدي، بدي شوف بابا. تعي حبيبتي. بدي شوف بابا. ما بدي روح. خلص امشي معي. ما بدي. يلا. بدي بابا، بدي شوف بابا. بابا يارا قلت لك بسرعة. لا تتسخفي أكتر من هيك كارلا.
لك لحتى تعاقبيني ما فيكي تستخدمي بنت صغيرة، فهمتي؟ معناها لازم تقعد وتفكر برواق وتاخد قرارك بهدوء مروان، الموضوع مو سهل. ايه يا اخي شو رح تعمل؟ بدك تتراجع عن الطلاق؟ لا مستحيل اتراجع عن الطلاق، بس اكيد لازم لاقي طريقة لحتى التقي ببنتي موسى. انا رح احكي مع المحامي، مو من حقها تعمل هيك، ما بيصير. اخ يا موسى لو سمعت صوت ايلا بس قطعت لي قلبي. يعني انا ما بدي كذب عليك بس ما كنت متوقع هالشي من كارلا. ولا انا، بس ليك انا رح اعمل اللازم، لو شو ما عملت ما رح تقدر تاخد بنتي مني، صح ولا لا؟ اخي والله اللي عشته انت اليوم مو قليل ابدا، وكمان في عندك قصة ابو. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.